إذن مشاهدينا الكرام، أنتقل وإياكم إلى مفادنا من داخل قبة البرلمان محمد فراس. أهلا بك زميلي. ما هي آخر مستجدات الجلسة، وأيضا ما هو جدول أو ماذا تضمن جدول أعمال هذه الجلسة، وهل فعلا هنالك لربما قد يخلو الجدول اليوم من فقرات تتضمن وتتعلق بمعيشة والأوضاع المعيشية للمواطن؟ إن كانت إجابتك نعم، هل هنالك تفسيرات برلمانية نيابية من حولك حول ذلك الأمر؟ تفضل. نعم، نبدأ من حيث ما انتهيت فيما يخص القوانين ومشاريع القوانين التي تهم المواطن بالدرجة الأساس. فجداول مجلس النواب لجلساته السابقة كانت معظمها يخلو من هكذا قوانين، وكان امتعاضا وسخطا شعبيا كبيرا من قبل المواطنين معبرين عن هذا السخط في وسائل التواصل الاجتماعي، ناشرين جداول الأعمال، وحتى عددا منهم وضع خطوط على بعض القوانين التي لا ترتبط وحياة المواطن أساسا، ويطالبون مجلس النواب بدورهم بإضافة تلك القوانين الحساسة، قوانين كثيرة جدا مهملة وفي إدراج مجلس النواب. تفسيرات أعضاء مجلس النواب بأن القوانين، حينما أوجه أسئلة لهم يجيبون بأن كل القوانين مهمة ولكل قانون أهمية، إن كان يتعلق ببروتوكول الدولة أو يتعلق بحياة المواطن، لكن عدد كبير من هذه القوانين هي خاضعة للتفاهمات السياسية والتوافقات والانقسام السياسي، إن كان داخل مجلس النواب أو بين الأحزاب السياسية خارج مجلس النواب، فإن هذا يؤثر على تشريع هكذا قوانين. نعم، هنالك سخط، وبالتالي هنالك تبريرات لا يراها المواطن مرضية. للإفاضة أكثر، أستضيف معي في نشرة اليوم السيدة النائبة ابتسام الهلالي، تحية طيبة لك سيادة النائب. نتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، أنتم كنواب مستقلون كيف تجدون أو ما هي ثقتكم بهذه الانتخابات، وهل من الممكن تحقيق أرقام وحضور في مجالس المحافظات مع وجود قانون سانت ليغو وإبعاد قانون دوائر متعددة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لقناة التغيير ومشاهدين الكرام. الحقيقة قانون الانتخابات مثل ما تعرفون في الدورة السابقة في البرلمان كان قانون الدائرة الواحدة، وقد حصل المستقلين على أصوات عائلية، وتقريبا 45 مرشح من المستقلين صعدوا إلى مجلس النواب. أما الآن في العودة إلى قانون سانت ليغو، أنا أعتقد أنه هذا القانون مثل ما تعرف أنه يجب أن تدخل القائمة الكوتا أول مرة، وتدخل العتبة الانتخابية، ومن ثم من داخل القائمة يصعدون منهم أعلى الأصوات. فقانون سانت ليغو راح يكون للكتل الكبيرة والكتل والأحزاب الكبيرة الموجودة لها حظوظ أكبر وأكثر من حظوظ المستقلين وحظوظ القوائم المنفردة. طيب، نعم، لقدكم بهاي الانتخابات شلون قيموها، شلون شاهدوها تجدوها في هذه المرحلة؟ والله هي يعني بالرغم أنه حاولنا إحنا تقليل أعداد أعضاء مجالس المحافظات، يعني من كانوا 26 أصبحوا 13، هذا شيء جيد زين، ويعني وضع صحي جيد في المحافظة. نحن نقول إن شاء الله هذه الانتخابات ستكون جيدة وتكون مراقبة من الجهات الدولية وأيضا من مجلس القضاء، وإن شاء الله لا يدخلها التزوير، وتمضي وفق ما يحتاج الناخب وفق ما يمليه الناخب في صندوق الاقتراع. في موضوع آخر أتحدث عن جداول الأعمال، يعني هذا الأسبوع والأسبوع الذي قبل الفائت كانت جداول الأعمال فيها قوانين وفيها مشاريع قوانين يمضي مجلس النواب في قراءة ويمضي في تصويت ويمضي في مناقشة، لكن الشارع العراقي ينتقد هذه الجداول لابتعادها عن القوانين التي تهم حياته. يعني ما هو التبرير لهذه أو لغياب هذه القوانين؟ أحسنت. هناك قوانين موجودة في إدراج اللجان المختصة بهذه القوانين، والتي هي فعلا تهم الشارع العراقي والشعب العراقي. اليوم الاتفاقيات الدولية وهذه المعاهدات هذه لا تهم المجتمع العراقي، لا تهم الشارع، ففعلا راح ينتقد هذا دور مجلس النواب. هناك قانونيا في هذه الأسبوع لم يتم التصويت عليه ولم يتم الاتفاق عليه للأسف.
للأسف الشديد. لكن هناك قوانين مثل قانون 35 اللي يخص الفلاحين لسنة 83، وقانون المتفرغين الزراعيين يخص شريحة كبيرة من المتفرغين والمهندسين والعاطلين عن العمل، وأيضا هناك قانون التقاعد الموحد، هذا مهم جدا. هناك قوانين مهمة موجودة في أدراج اللجان يجب أن ترفع من قبل اللجان حتى يستطيع مجلس النواب المضي فيها. بالنسبة تسألني عن رأيي، أنا غير مقتنعة بهذه القوانين التي طرحت في هذا الفصل التشريعي لحد الآن، لأن لا تمس حياة الشعب العراقي والجمهور العراقي. سيدة بسام الهلالي، شكرا جزيلا لانضمامك معي في نشرة اليوم، حياكم الله. كما نعم استمعتم واستمع الجميع إلى ما أوضحته السيدة ابتسام الهلالي في الهامش الأخير لسؤالي الذي يخص القوانين الحساسة والمهمة، هي غير مقتنعة، وعدد أيضا من النواب غير مقتنع، ونواب آخرون يجدون أن جميع القوانين مهمة رغم امتعاض الشارع العراقي ورفضهم. بالحديث عن جدول أعمال جلسة اليوم، ففيه تصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأيضا بعد السؤال الشفهي للسيدة وزير الاتصالات، نتحدث عن القراءة الأولى لمشروع قانون ضمان جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة عام 2015، وأيضا التقرير المناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون ضمان إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. هنالك امتعاض شعبي وغضب ورفض لهكذا جداول أعمال، رغم أن فيها قوانين تتعلق ببروتوكول البروتوكولات الدولية والاتفاقيات الدولية، ومن فيها جوانب يراها مجلس النواب مهمة جدا، لكن الشارع العراقي يبحث عن القوانين التي تهمه والتي يجد فيها معالجة لمشاكله وأزماته المتكررة. نعم. والمتفاقمة. نعم. فيما يتعلق بتوجيه سؤال لوزيرة الاتصالات، يعني حول ماذا يتمحور موضوع هذا السؤال؟ وهل هو لربما بمثابة استجواب أم لربما استضافة فقط؟ وهل الوزيرة حاضرة؟ نعم، السؤال الشفهي، هناك فرق بين السؤال الشفهي وبين الاستجواب وبين ما يكون استضافة داخل اللجان. كانت هنالك استضافات عديدة في المرحلة السابقة، تحدث عن لجنة الاقتصاد، تحدث عن اللجنة المالية، كانت لهم استضافات لوزراء ومعنيين ومدراء داخل هذه اللجان. السؤال الشفهي اليوم يكون بطلب من نائب، كما حدث مع سيدة زهرة البشاري، وكان يعني الغاية منه إيجاد حلول المشاكل، المعرفة من السيدة الوزيرة ما هي الحلول التي تضعها السيدة الوزيرة فيما يخص المشاكل التي حددت من قبل النائب السيدة زهرة البشاري. سؤال شفهي ليس استجوابا، وهو مقارب للاستضافة، لكن يعتبر ضمن الجلسة الاعتيادية وضمن جدول الأعمال. هذا السؤال يكون موجه من السيدة النائبة فقط، وبعدها يكون هنالك تقييم للإجابة أيضا. هذه الاستضافة هي كانت بعد سلسلة استضافات، كما تحدثت لمسؤولين ومعنيين، تحدثت أيضا مع نواب، تحدثت أيضا مع عدد من اللجان فيما يخص استضافاتهم، مؤكدوا نعم على أن المجلس يسعى لتقويم العمل الحكومي والمؤسسات للوصول إلى حلول المشاكل التي تعرقل سير تنفيذ البرنامج الحكومي من جهة، وأيضا ما يؤثر على حياة المواطن بشكل عام. وتحدثوا أيضا عن إمكانية تغييرات وزارية وإدارية في داخل المؤسسات الحكومية. نعم، أود أن أشكرك على هذه الإحاطة، وشكر موصول للنائب ابتسام الهلالي مفادنا من داخل قبة البرلمان محمد فراس، شكرا جزيلا لك.